الطاقة الشمسية. كنا نظن إلى وقت ليس بالبعيد أن البلاد التي تسطع فيها الشمس بلاد قاحلة، إذا ما قورنت بالبلاد التي تكثر فيها الأمطار والأنهار. ولكن التطور العلمي دل على أن الشمس الساطعة كنز من الكنوز. اليوم أصبحنا نشاهد خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأصبحنا نشاهد أيضا طائرات وسيارات تتحرك بالطاقة الشمسية، ومصابيح تضاء بالطاقة الشمسية، ونرى الخزانات الشمسية التي تسخن الماء من الشمس تملأ سطوح المنازل، ونشاهد الدفيئات الزراعية التي تستغل فيها الطاقة الشمسية لتوفير الجو الدافئ المناسب لنمو المحاصيل. ونحن نرى هذه الأيام فوق سطوح بعض مدارسنا ومنازلنا خلايا تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها، والتي تعد طاقة نظيفة صديقة للبيئة.